وعشان نعرف بقى معلومات اكثر دقه خلونا نروح مع حضراتكم على المغرب. ومعانا على التليفون كابتن ياسر الرملي مدير جهاز كره اليد بالنادي الاهلي. كابتن ياسر صباح الفل على حضرتك ومليون مبروك. الله يبارك فيك وعلى خير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. طبعا زي ما حضرتك قلت يعني الحمد لله امبارح الفريق كان في مباراته الاولى والفريق ادى مباراه يعني جيده جدا. كان في سبقها طبعا زي ما حضرتك عارف كنا احنا تقريبا عملنا 3 تدريبات للفريق من يوم الاحد والاثنين. الجميع هنا اللعيبه بيأدوا التدريبات على اعلى مستوى الحمد لله كله في حاله بدنيه جيده جدا. يعني ان شاء الله دعواتكم كده ان احنا باذن الله في تركيز من جانب الاولاد ان شاء الله نوعد تجهيز النادي الاهلي ان احنا هنبذل اقصى جهدنا ان احنا باذن الله نرجع بالبطوله ان شاء الله. مفيش شك في ده عندنا كلنا كجماهير وعشاق لهذا الكيان، ولكن عايزين نعرف من حضرتك رؤيتك للقادم المباريات القادمه. هل في مباراه معينه او في فريق معين حضرتك مثلا او القائمين على البعثه عموما يعني متحفزين للقاء معين في الفتره اللي جايه، ولا يعني زي اللي فات كده؟ والله يعني احنا الحمد لله يمكن احنا مع الولاد بناخد كل مباراه لوحدها الماتش بماتش يعني ما نفكرش غير في مباراه. ودي سمات النادي الاهلي. يمكن الكابتن العامري رئيس البعثه قبل كده قبل المباراه كان له كلام مع الفريق قال له احنا هناخد مباراه مش هنفكر في اي حاجه غير ان احنا قدامنا 6 مباريات هناخدهم واحده نلعب بقوه بتركيز فالكل مركز والكل حاسس باهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بالكابتن خطيب. كان له اتصال مع السيد المدير عمرو الصبح يوم الماتش بيطمن على البعثه. احنا متابعين برضه اهتمام الجماهير بالبطوله. البطوله غايبه عن النادي الاهلي بقى لها 3 سنين فان شاء الله احنا بنركز بناخد ماتش بماتش. وانت عارف حضرتك ان الكره اليد في افريقيا بتتطور بشكل سريع جدا. وكذلك احنا الحقيقه برضو يعني احنا عندنا كره اليد المصريه بشكل عام الحقيقه اصبحت بتبهر العالم كله في كتير من المناسبات. طبعا وده واضح ان الناس مبسوطين بالنتائج اللي عملها والعروض اللي عملها منتخبنا الفتره اللي فاتت سواء في بطوله العالم او في الاولمبياد. بنلاقي الناس بيقول احنا فخورين بيكم. حتى الناس اللي موجودين في الصاله المشاهدين قائمين في كره اليد احنا فخورين بالفريق المصري. ده كلمه احنا بنسمعها هنا كتير وده بيحط لود علينا ان احنا الكل منتظر ان الفريق المصري والنادي الاهلي بيؤدي بشكل قوي. فان شاء الله يعني الامور تمشي زي ما احنا مخططين ان شاء الله باذن الرحمن. مليون مبروك وان شاء الله نهني ونبارك لاحقا بعد الحصول على البطوله باذن الرحمن. موفقين ان شاء الله. كابتن ياسر الرملي مدير جهاز كره اليد بالنادي الاهلي شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الفل عليك واكيد تحياتنا للبعثه المصريه كلها. الحمد لله ان احنا كل يوم بيبقى معانا خبر يعني مفرح عن الاهلي وفرقه المختلفه فدي حاجه اكيد يعني فيها فخر كبير جدا.